مساء الخير للمتابعين ابو جمادي في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير. احنا موجودين مع حضراتكم هنا في مرصد حلوان مع دكتور امير حسين، يعني بنستطلع هلال شهر رمضان العام 2024. كل عام وحضراتكم بخير، ومعنا الدكتور امير بي طبعا بنستطلع معاه هلال شهر رمضان. دكتور امير، نعم، حصل اقتران النهارده الصبح صح؟ ايوه. الساعة كام؟ الساعة 11 بتوقيت مصر. الساعة 11؟ اه. فلكيا الناس عايزة تعرف. فلكيا في فترة مكس على مستوى مصر، يعني من 14 ل يعني في حدود 14 دقيقة، 11 12 13 14 حسب المحافظات وموقعها. ارجعوا ورا يا شباب. في بعض البلاد الأخرى في الوطن العربي فيها فترة نقص 23-24 دقيقة. تمام يا دكتور. فإحنا بنستطلع الهلال وإحنا طبعا الحسابات العلمية حسابات دقيقة وحسابات طبعا يعني حسابات دقيقة، لأنه الحسابات دي هي دورة الشمس والقمر. تمام يا دكتور. والحسابات دي يعني لا تخطئ، لان احنا بنحسب لكم الكسوفات الشمسيه والخسوفات القمريه وليس فيها خطا ولا ثانيه حتى واحده. فبالتالي هي نفس الحسابات اللي بنحسب منها او بها او الاليه العلميه او الاليه الرياضيه، المعادلات دي دقيقه جدا مبنيه على ارصاد عبر السنين، مش يعني كلام مش نظري. لا ده مش كلام نظري، لا، المعادلات دي يعني على مدار قرون كثيره حدث لها تصحيح ثم تصحيح ثم تدقيق ثم تدقيق، الى ان وصلنا الى انه لما بنحسب لحضراتكم كما قلنا فتره يعني بدايات الكسوف والخسوف القمري، كسوف الشمس والخسوف القمري، فبنشوف مدى الدقه في هذه الحسابات. نفس الكلام ده هو بالنسبه لرؤيه الهلال. فالاصول ان احنا بنشوف الهلال بعد غروب الشمس يوم 29، نشوف الغروب الهلال اللي هو كمان لحظات. نعم، كمان لحظات. لا مش لحظات، لسه احنا يعني بتاع ساعه كمان. ساعه هو باقي بالظبط دلوقتي 6 الساعه 5 و15 دقيقه، يعني كده ساعه الا ربع بالظبط، عشان هو غروب الشمس النهارده على الساعه 6 السادسه تماما. يعني هنصوم بكره ولا ايه يا دكتور؟ نعم، هنصوم بكره. لا مش احنا اللي بتاخذ القرار. فلكيا والله فلكيا بكره في فتره مكس والاصول بكره، لكن كما قلنا مش احنا اللي بتاخذ القرار. اللي بتاخذ القرار فضيله المفتي. من خلال رصدكم النهارده وفي اقتران، هل بيولد بعد الاقتران لازم يولد هلال؟ ايوه، بس لابد ان ينفك القمر عن المسار ما بين الارض والشمس مسافه زاويه تسمح بسقوط الاشعه الشمسيه على جزء من القمر وانعكاسه علينا. ما هو الهلال الحته المضيئه، الخيط المضيء ده جاي منين؟ ها؟ ما لو كان هم الثلاثة على استقامة واحدة يبقى ده المحاق. المحاق يعني ايه؟ كل الضوء السقط على القمر هينعكس مرة أخرى على الشمس، لكن وينعكس علينا، ولا بد أن يكون ذلك عند غروب الشمس. دكتور أمير، ماليزيا أعلنت النهاردة أن بكرة المتمم لشعبان ويوم الثلاث أول أيام. والله بقى وكمان في السعودية من شوية تم الإعلان أن أول أيام ما يعرف بخط اتحاد المطالع. ايوه، صعب عليكم شويه تفهموها، معلش. الدول التي تشترك مع بعضها في لحظه غروب الشمس. لحظه غروب الشمس مثل كده. نعم، يعني كل شهر تختلف عن الاخرى. أيوة. لان مسار القمر مسار زجزاجي. ايوه، ما هوش خط مستقيم كده يعني. يعني هو مسار بيضاوي حوله، وبعدين في نفس الوقت هو ايه متذبذب كده. مسار زجزاجي، مش ايه، مش يعني مش السويد، مش مسار استطالي او يعني او دائري السويد كده يعني سموس. لا ده هو ايه، كما قال الله تبارك وتعالى ان كل الافلاك تسبح وكل في فلك يسبح. السبح ما بيستبح، السباح انت ما تشوفش السباح مش بيمشي في خط مستقيم، السباح لا يسير في خط مستقيم، ولكن ايه متذبذب يمنة ويسرى، مش كده؟ ليه يمنة ويسرى ليه؟ لانه اي جرم سماوي وهو وفي سيره وفي مساره بيتاثر بجاذبيه الاجرام الاخرى التي يسير بالقرب منها، مش كده؟ يبقى مثلا القمر ده لو كان على يمينه شويه، مثلا المريخ، المريخ ليه جاذبيه هيسحب القمر شويه،
اه لكن هو القمر اقرب للارض من المريخ، الارض هتسحبه شويه. فهو ده المسار السطح اللي هو ايه، يمين شمال شمال يمين يمين شمال كده وبس. لكن يعني عموما في مسار يعني يجمع المسار العام للقمر اللي هو المسار ايه البيضاوي. تمام دكتور امير، بكره رمضان ولا لا فلكيا؟ لا فلكيا لكن في شرعيا مش احنا اللي هنحكم، كما قلنا فضيله المفتي هو اللي بيتخذ القرار. تمام أيوة. من خلال تقديمكم للنتائج والرصد اللي هتقدموها لدار الافتاء، انتوا مفروض بيبقى ليكم راي. اي نعم، بس كما قلنا أغلبية الإخوة المشايخ والمفتين في كل البلد بيركزوا جامد على الرؤية البصرية، والرؤية البصرية الحقيقة متغيرة وبتعتمد على شفافية الغلاف الجوي. أنا شايف دلوقتي بصريا قدامنا أنا مش شايف حاجة، يعني أنا شايف دي في ضباب. بالضبط كده بالضبط. ففي بعض الضباب ده أو الملوثات، الملوثات نوعين يعني. في ملوثات طبيعية اللي هي التراب العادي نتيجة للرياح وحركة الرياح من الشرق إلى الغرب. مش احنا عارفين ان القمر بايه، اقصد الارض بتدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق، من الغرب إلى الشرق. خلي بالك من الحتة دي، يبقى حركة الرياح عكس حركة الارض. يبقى الرياح تبقى ايه، من الشرق إلى الغرب. بالضبط كده. فالرياح من الشرق إلى الغرب يعني ايه الرياح من الشرق إلى الغرب؟ الرياح من الشرق إلى الغرب يعني ايه؟ يعني الرياح بتأخذ الملوثات، سواء كانت ملوثات طبيعية زي التراب العادي والرملة والملوثات الطبيعية دي، حتى لو كان مناطق غير أهلة بالسكان، وبتاخدها ناحية الغرب. نقول تاني، يبقى الرياح شرقية يعني ايه شرقية؟ بتأتي من الشرق إلى الغرب، عكس حركة الأرض اللي هي من الغرب إلى الشرق، من الغرب إلى الشرق. وبالتالي كل الملوثات، سواء ملوثات طبيعية حتى في الأماكن المفتوحة التي ليس فيها النشاط بشري، بتأخذ الرياح ما دام من الشرق إلى الغرب، بتأخذ إيه؟ الملوثات الطبيعية اللي هي التراب، بتأخذ التراب ده وبتوديه ناحية الغرب. يبقى في كل الأحوال حتى في المناطق المفتوحة والمناطق المكشوفة والتي ليس فيها نشاط بشري، دائما أبدا الرؤية، رؤية الغروب أو رؤية الأجسام في الغرب بتكون أصعب من الشرق. يعني أنت مثلا لو قدر لك، إحنا هنشوف الهلال غرب ولا شرق؟ غرب، إحنا وقت غروب الشمس أكيد. أيوة، فإحنا الغرب بيبقى دائما وأبدا في كمية ملوثات طبيعية أو صناعية أكثر نتيجة لحركة الرياح اللي هي من الشرق إلى الغرب. يعني الرياح بتاخد من الشرق وتوديها ناحية الغرب، وتوديها ناحية الغرب. فدايما قلنا حاجة دلوقتي يا دكتور أمير، نعم، من خلال التلسكوب يعني حضرتك نظر دلوقتي. لا هنشوف إيه ده، إحنا لحظة الغروب بنشوف حاجة، إحنا ولا لحظة الغروب هنشوف والله. سمحت الظروف الجوية برؤية الهلال أو لم تسمح؟ هو ده الكلام يعني. تمام يا دكتور. ايوه هو ده الكلام. فاحنا ان شاء الله فاحنا ان شاء الله في انتظار ايه، لحظه غروب الشمس، وبعدين هنشوف بقى ايه. لو بصينا في التلسكوب دلوقتي قدام الجمهور، هو برضو الفضول بيبص، الناس عايزه تشوف. ممكن يظهر حاجه. لا هيظهر ايه، بتشوف افق. هنشوف افق ما فيهوش حاجه. لان خلي بالك اضاءه الخيط الرفيع بتاع الهلال او القمر ده خيط رفيع جدا. وضوء الشمس بيغطي عليه أكثر من 4000 مرة. ضوء الشمس الحالي ده أكبر من ضوء الخيط الرفيع بتاع القمر ده أو الهلال حوالي 4000 مرة. فلازم يكون إيه، الشمس تحت الأفق، علشان إيه، علشان الضوء الصغير خالص ده المنعكس. في مصر العادي بتاع فترة المكس كام دقيقة؟ لا كل شهر. إيه المكس؟ الناس عايزة تعرف اللي هو